وصلنا احنا الدور الثالث. في كل دور موجود تقريبا هنا شقة شقتين ثلاث شقق، شقتين أمامية وشقة خلفية زي ما احنا شايفين، وموجود أيضا مصعدين. شقة هذه شقة 4 غرف صالة، مساحتها 220 متر مربع تقريبا. الشقة رقمها 10، أول ما ندخل الشقة الأرضيات سيراميك ما شاء الله تبارك الله، نوعية فاخرة. عندنا جهة اليمين هنا عندنا دواليب خاصة بالأحذية والأبات. يمين المدخل الصالة، مساحة الصالة ما شاء الله تبارك الله مساحة كبيرة وشرحة. عندنا طقم الفرن، طقم الكنب، وعندنا دولاب خاص بالتلفزيون، الإنارات، عندنا أجهزة التدفئة اللي هي التدفئة المركزية. الأرضيات باركي نوعية فاخرة. عندنا إطلالة المجمع على البنايات هنا، وعند إطلالة على الطبيعة. في مخرج البلكونة، بلكونة كبيرة ما شاء الله تبارك الله من الصالة. شوفوا مساحة البلكونة، مغطى بالزجاج المتحرك إضافة إلى الستائر. مقابل البناية عندنا سوبر ماركت شوك زي ما احنا ملاحظين. الطريق هذا طريق عام مؤدي إلى مستشفى الحكومي. المنطقة اسمها منطقة كاشوس، ومنطقة كاشوس منطقة حيوية ومخدومة بكل الخدمات، بالإضافة إلى ذلك أن قرب المنطقة من جوهر مول. عندنا في المجمع مواقف مغلقة، وقصدي مواقف مفتوحة، مسطحات خضراء، بالإضافة إلى ألعاب أطفال وجلسات عائلية. نطلع من الصالة نجي هنا، وما ننسى أيضا المكيفات الراكبة في كل الغرف والصالة أيضا. نجي على المطبخ، دواليب المطبخ ما شاء الله تبارك الله راكبة وجاهزة، والأجهزة الكهربائية أيضا من فرن، عندنا العيون الغاز، الشفاط، مايكرويف، الثلاجة، البلكونة المشتركة اللي كنا فيها سابقا، البلكونة المشتركة بين الصالة والمطبخ. نجي هنا على الغرفة الأولى، الغرفة الأولى فيها سريرين مزدوجة، قصدي فردية، بالإضافة إلى الدولاب الخاص فيها. بجوار الغرفة الأولى عندنا على اليسار هنا انتم بكرامة الحمام الأول، نجي يمين الغرفة الأولى عندنا الغرفة الثانية. الغرفة الثانية برضو موجود فيها سريرين فردية بدولابها، ولها بلكونة، يعني بلكونة وسط مناسبة، وهذا الإطلالة من البلكونة الجانبية. مدخل المجمع راح يكون من هنا، مدخل المجمع من الشارع الرئيسي على طول، تدخلوا على المواقف على طول. نطلع من الغرفة الثانية نتوجه إلى الحمام الرئيسي وانتم بكرامة. حمام نظام جاكوزي المروش، عندنا هنا كلوزيت، حمام كبير ما شاء الله تبارك الله. بجوار الغرفة الثانية الغرفة الثالثة، برضو سريرين فردية مع الدولاب الخاص بها. نجي أخيرا هنا على غرفة الماستر، مساحة الغرفة ما شاء الله كبيرة ما شاء الله تبارك الله. وفي أيضا منطقة
اللي هي الدريسنج روم، مركب فيها الدواليب جاهزة. عندنا هنا الحمام خاص، غرفة النوم الرئيسية، حمام متكامل. يعني نقدر نقول إنه الشقة هذه شقة متكاملة بأثاثها، شقة 4 غرف صالة مساحتها 220 متر مربع، أثاث متكامل من مكيف من أثاث الغرف، بالإضافة إلى الستاير والإنارات. يعني نقدر نقول شقة متكاملة مؤثثة من مجاميعه. تقدر تجي تاخذ عفشك وتقعد في الشقة على طول. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.